السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنه، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. جاتني مجموعة أسئلة كتيرة على الخاص بتاع القناة ورديت طبعا عليها، لكن حبيت أن أنا أعرض عليكم الأسئلة والإجابات بتاعتها على أساس اي حد عنده يعني سؤال او استفسار او اي لبس في موضوع يكون الرؤية متضحة عنده، وخاصة انا شايف يعني الوضع العام دلوقتي والخاص بموضوع التصالح او الاشتراطات البنائية يعني ضباب شوية وفي شوية غيوم محتاجين توضيح من السادة المسؤولين عن منظومة البناء في مصر. لكن خليني اتكلم في الاسئلة وبعد كده نتكلم في المناشدات والكلام اللي احنا كل مرة وكل فيديو بنتكلم فيه، لكن بعد ما اتكلم في الاسئلة والرد عليها. في سؤال جانب يتعلق به، هل قانون التصالح هيفتح مرة اخرى ولا لا؟ عاوز اقول لحضرتك قانون التصالح مفيش حد يقدر يجزم ان قانون التصالح يفتح او ما يفتحش. قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 اتعمل عشان الناس تقنن اوضاعها، وكان اخر العمل به 31 مارس الماضي. عشان يفتح قانون التصالح تاني او يتعمل قانون تصالح تاني لازم السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب هي اللي تقر قانون ويعمل به عشان الناس تتصالح، واكيد هيبقى له معالم وبنود تانية مختلفة عن التصالح اللي هو المفروض انتهى والناس شغالين فيه اجراءات التصالح حاليا. طيب نفس السؤال برضو بيقول لي، طب انا لو بنيت في الوقت الحالي ايه وضع القانوني؟ هقول لحضرتك لو بنيت او خالف او تعديت على ارض زراعية في الوقت الحالي، بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء ده هيبقى فيه ازالة، ده قرار اداري من الوحدة المحلية او وزارة الزراعة، ده هيبقى قرار ازالة، يعني اول اجراء هيتعمل ضد حضرتك هتبقى فيه ازالة عشان بس تكون الامور واضحة، وبعد كده المخالفة هتروح للنيابة وبعد كده قضية وقصة يعني. طيب نفس السؤال برضو بيقولي، طيب هل لو راحت القضية تروح امن دولة طوارئ ولا محكمة عسكرية؟ هقول لحضرتك قبل الغاء قانون الطوارئ كان في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإحالة مجموعة جرائم من ضمنها التعدي او مخالفات المباني بشتى صورها وانواعها لمحاكم امن الدولة الطوارئ، لكن حاليا دلوقتي احنا الحمد لله مفيش حالة طوارئ مطبقة، اذا النيابة العامة هي المختصة بجرائم ومخالفات المباني. طيب حد بيسألنا تاني نفس السؤال، سؤال تاني برضو يتعلق بالتصالح في اطار التصالح، نموذج ثلاثة اللي انا خدته، انا خدت نموذج ثلاثة والقضية عمالة تتجدد ومش عارف اعمل ايه، او عمالة تتأجل، قضية عمالة تتأجل. هقول لحضرتك نموذج ثلاثة اللي حضرتك خدته، القضية بتتأجل بقوة القانون لغاية ما تاخد نموذج 10 اللي بيقول ان سعادتك تصالحت على المخالفة اللي تم تقديمك ليها للمحاكمة، وبعد كده القضية تنتهي لان قانون التصالح جاي عشان يخلص القضايا والمحاضر اللي اتعملت في ظل قانون التصالح. اذا نموذج 3 حضرتك عندك محامي او بتحضر بتقدمه في موعد الجلسة وبتطلب من القاضي التأجيل لحين انهاء التصالح، وحضرتك تحصل على النموذج المثبت للتصالح اللي هو نموذج 10 وتقدمه، الموضوع بينتهي تماما. طيب سؤال تاني يتعلق بنموذج 10 الدائم والمؤقت، يعني ايه نموذج 10 دائم ويعني ايه نموذج 10 المؤقت؟ طيب نموذج 10 الدائم والمؤقت، الكلام بس عشان يكون الكلام واضح برضو تبقى الإجابة واضحة، الكلام ده هيبقى في القرى، صدر رئيس قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح وقسم القرار، قسم شرايح معينة هتحصل على نموذج 10 بشكل نهائي وشريحة تانية هتحصل على النموذج 10 بشكل مؤقت لفترة معينة أقصاها 3 سنوات. طيب مين اللي هيحصل على المؤقت ومين اللي هيحصل على النهائي؟ اللي هيحصل على المؤقت اللي هو مساحته أقل من 200 متر وارتفاعه لا يزيد عن 4 أدوار، بيقدم إقرار
للجهة المختصة بالتصالح بأن جميع الأوراق والمستندات اللي تقدم بيها مطابقة لأرض الواقع، وبعد كده في حاجة اسمها لجنة مطابقة ومواصفات، دي هتنزل عشان تدي لحضرتك شهادة بالمطابقة بالمطابقة بأن الكلام والمستندات اللي حضرتك قدمتها في ملف التصالح تتطابق تماما على أرض الواقع. الكلام ده بيتم مقابل دفع رسوم 1000 جنيه تقريبا، وبعد كده بتاخد الشهادة دي، وبعد الشهادة دي بتقدر تدخل مرافق وبتقدر تاخد نموذج 10 اللي هو مؤقت بيتحول لنموذج 10 دائم. طيب نموذج 10 الدائم اللي هم الناس اللي مساحتهم اكتر من 200 متر وارتفاعاتهم اكتر من 4 ادوار، الكلام ده في القرى، الكلام ده في القرى، لسه احنا ما جيناش عند المدن. المدن قصة تانية، دي هبعمل لها حلقة او فيديو تاني يتعلق بالاسئلة بتاعت، عشان بس الامور ما تدخلش في بعضها. انا بحاول ان انا اوضح المعلومة، عشان هو الهدف من الفيديو ان انا اسير اللبس عند الناس، يعني نزيل اللبس عند الناس. طيب حد هيقول لي نموذج 10 الدائم انا خدته، ينفع اعمل احلال وتجديد؟ دي ام المشاكل حاليا دلوقت اللي هي الخاصة بالاحلال والتجديد. عشان نتكلم في احلال وتجديد لازم نفرق ما بين حالتين. الحالة الاولى حضرتك اذا كنت داخل الحيز العمراني، ده ما انت ما عندكش اي مشكلة، ما انت كده كده داخل حيز عمراني، هتطلع تصريح او ترخيص لتعلية او احلال وتجديد او ايا كان اجراء عاوز تعمله وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008. يعني انت ما عندكش مشكلة داخل الحيز العمراني. المشكلة دلوقتي اللي هي ام المشاكل زي ما انا قلت اللي هي خارج الحيز العمراني، الناس اللي تصلحت وخدت نموذج 10، في بعض الناس جالها احباط وزهق، ويعني انا بصراحة انا يعني بضم صوت لصوتهم، لان الناس دي بالفعل تصلحت ودفعت ونفذت وعملت كل اللي الحكومة قالت عليه عشان تقدر تكمل المباني، عشان تقدر تدخل مرافق، عشان تعمل احلال وتجديد، عشان تعمل تشوف شغلها بعد كده. طبعا فوجئت انه لازم عشان تاخد التصريح او تعمل احلال وتجديد تاني او تعلية او الكلام ده كله لازم موافقة الزراعة، وطبعا موافقة الزراعة انا كنت اتكلمت قبل كده الزراعة رفضة تماما، لكن احنا بالناشد انا وانا برد على السؤال ده بالناشد وزارة الزراعة، انا النهاردة او الحكومة او المسؤول عن الموضوع ده او منظومة البناء في مصر، انا النهاردة بنيت بيت وحضرتك تصالحت معايا واقريت وقننت لي اوضاعي، ايه المشكلة ان انا اكمل مباني؟ ايه المشكلة ان انا اعمل احلال وتجديد؟ ما هو كده كده البيت اتبنى، يعني الغرض انا خالفت وحضرتك تصالحت معايا، لو انت مش هتسمح لي بالاحلال والتجديد على الارض او المكان اللي انا بنيت عليه، كنت بتسمح لي ليه بنعمل تصالح وكنا بنعمل ليه نموذج 10 اذا كان البيت اللي انا قاعد فيه حاليا يعني لا يصلح للسكن؟ يبقى انا ايه الفايدة اللي عادت عليا لما انا تصالحت؟ طيب في اسئلة كتيرة بصراحة في موضوع التصالح مش هقدر اجاوب عليها في الفيديو ده كلها، لكن باذن الله في الفيديو الجاي هنعمل متابعة على الاسئلة. انا بس جاوبت على اهم الاسئلة اللي وردت ليا عشان الناس تكون امور واضحة، بس في سؤال اخير عاوز برضو اجاوب عليه قبل ما اختم الفيديو. السؤال ده بيتعلق بوحدة المتغيرات المكانية، وفي ناس بتقول ازاي بيعرفوا ان فيه مخالفة مباني او حد بنى او حد تعدى على ارض زراعية بدون تصريح، بيعرفوا ازاي؟ هقول لحضرتك ان في واحد حاجة اسمها وحدة متغيرات مكانية بالتنسيق مع ادارة المساحة العسكرية، دي بترصد كل مخالفة، دي عبارة عن وحدة الكترونية بقمر صناعي، اي حد بيحط طوبة في اي مكان بتتعرف وتبص تلاقي لك جاي لك حد يقول لك انت خالفت انت عملت. اذا يعني نصيحة، يمكن الناس بتزهق من الكلمة اللي انا بقولها دي، نصيحة ما تعملش اي حاجة بس لازم اقولها بدون ترخيص في الوقت الحالي. باذن الله هيبقى في فيديو تاني وفيديوهات تانية كتيرة تتعلق بالاسئلة وازالة اللبس واي استفسارات حوالين موضوع التصالح وفي الاشتراطات برضو البنائية وموضوع التصالح في المدن، لان لاحظت ان فعلا في ناس والله ربنا يكون في عونها تايهة، يعني في ناس
تايهه، وفي ناس يعني بتستغل بساطتها، وناس بتاكل عيش على قفاها لله والوطن. ان شاء الله ما تنسوناش من الدعم، يا ريت تدعمونا بلايك عشان الفيديو يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، عشان لو حضراتكم شايفين ان احنا بنقدم معلومة او فايدة يبقى نقدر نستمر. يعني دعمكم ده هو اللي بيحفزني ان انا اعمل فيديوهات، وان انا اشوف اي موضوعات قانونية بتهم الناس واتكلم فيها. ونشوفكم على خير، ودمتم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.